تكلم بعفوية وبكل حرية، اليوم صوتك مسموع. عبر كويتي. مرحبا. تحقيق المساواة ما بين الرجل والمرأة تقتضي بالضرورة حماية المرأة من التحرش. تزامنا مع طرحنا لهذا الموضوع، تم إصدار قانون جديد مؤخرا يجرم فعل التحرش. هنا بمدينة طنجة نقف اللحظة مع عينة من آراء الشارع حول رأيها في هذا الموضوع، ونذكر بأن هذه النسبة لا تعتبر قياسا لرأي العام. بالنسبة للبنت تهي عندها طرف من المسؤولية في التحرش، والدري طبعا مسؤولية في التحرش. كبت ماشي كبت، هذه ما كنشوفهاش انا اصلا عندها علاقه. اصلا التحرش مساله اخلاقيه، ماشي مساله اجراميه، مساله ديال الاخلاق. خصو حل مشكل، خصو معالجه، ولكن خصو معالجه في وسط الاسره، حيت هذا مشكل ديال المجتمع، ماشي مشكل ديال، فهمتي؟ يعني مساله اخلاقيه اكثر من انها اجراميه. طبيعه الحال هو خطوه ايجابيه، واعتقد انه غادي يحد من حاله التحرش اللي كيعرفها الشارع المغربي بشكل يومي، وغادي يقلص من ديك النسبه ديال التحرش اللي كتعرض للمراه المغربيه، سواء في الشارع، سواء في المؤسسات العموميه، ولا في العمل، او لا. دونك هي خطوه ايجابيه، غير هو خصها تكون مقاربه شموليه، ماشي مقاربه قانونيه فقط، لان ما عمر ما كتكون المقاربه القانونيه كتكون زجريه. لابد من استحضار المقاربات الاخرى، بحال المقاربه الاقتصاديه الاجتماعيه لمعالجه هذا المشكل ديال التحرش. امون افي حيتاش كاين غياب ديال واحد الثقافه جنسيه في المجتمع ديالنا المغربي او عربي اون جينيرال، دونك يمكن كنا منفتحين على هذا الموضوع بالضبط، وكما كانش طابو، دونك بيتيتر كما يكونش التحرش كيف ما كنشوفوه اكطويلمون في الشارع، واللي البنت يعني ما تقدرش دي فوا تمشي على راحتها. دونك جو بونس كو سي اون كيسيون دو مونتاليتي افون تو. اسباب كثيره جدا، منها ومثلا كاين التحرش حتى هو بالنسبه لل يعني للجنسين، ما نحصرش في جنس واحد، هذه من جهه. وكاين الوعي، نهضروا على الوعي بصفه عامه، حتى الاعلام ما كيلعبش واحد الدور كبير، والتربيه خصنا واحد التربيه جنسيه اللي تكون مثلا في المدارس الابتدائيه، فهمتي؟ باش على الاقل داك لي طابو نعرفوهم مزيان. المعروف ان ظاهره التحرش الجنسي هي ظاهره مجتمعيه تتعرف على جميع المجتمعات الانسانيه، سواء كانت عربيه اسلاميه او غربيه، تختلف باختلاف الثقافات والحضارات، وايضا تختلف باختلاف اساليبها وطرقها وابداعاتها بفعل التطور التكنولوجي والتطور التقني اللي حاصل في المجتمعات كلها بصفه عامه. الأكيد أن المنظومة الشرعية المغربية وكبت هذه الظاهرة، هذه كظاهرة يعني مقلقة للعديد من الفئات المجتمعية، خصوصا فئة الفتيات أو فئة النساء بصفة عامة. أكيد أن هذه الظاهرة المجتمعية وكبتها كما قلنا المنظومة الشرعية بقانون يجرم التحرش الجنسي، أي ينتمي وبذلك ينتمي إلى منظومة ما يسمى بالمنظومة الشرعية الجنائية المغربية. هي خطوة مهمة، ولكن كنتمنى هذا القانون هذا يعني ما يبقاش حبر على ورق، ما كرهناش يعني نشوفوا التطبيق ديالو في الواقع. دونك ما يمكنناش نهضروا على التحرش الجنسي بلا ما نهضروا على العزوف عن الزواج، بلا ما نهضروا على ظاهره مثلا العزوف، بلا ما نهضروا على ظاهره البطاله، بلا ما نهضروا على ظاهره. دونك ملي كتوفر الشروط الملائمه للشباب اللي كتساعدهم على الزواج وهذا، حتى هذا العامل ممكن يقلص من دائره التحرش. انا اعتقد الله اعلم ما عنده حتى شي حل انه يدخل الحبس واخا عامين ثلاث سنين، ماشي حل. يخرج هو في باب الحبس يقدر يتحرش ببنت واحده اخرى، يعني مساله اخلاق اكثر من اي حاجه اخرى.